السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم معانا في مادة العلوم. هنبتدي نشتغل مع بعض الدرس. الدرس بتاعنا بيتكلم عن تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض. هنكمل كلامنا عن الطبقات اللي احنا درسناها الحصة اللي فاتت، وهنبتدي بقى نتكلم عن طبقة الأوزون لوحدها وتأثيرها على ارتفاع درجة حرارة الأرض. تعالوا بينا يا ولاد نشوف مع بعض سؤالنا. سؤال المراجعة الجزئية بيقول لي علل. يزداد الضغط الجوي بالانخفاض عن مستوى سطح البحر، يا ترى ايه الإجابة؟ حد فاكر؟ ايوه، كنا قايلين المرة اللي فاتت بزيادة طول عمود الهواء وبالتالي يزداد وزنه. تمام، لزيادة طول عمود الهواء الجوي وبالتالي يزداد وزن. تعالوا بينا ولاد بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي طبقة الأوزون وتأثيرها على درجة حرارة الأرض. احنا ولاد عارفين ان من أخطر التهديدات اللي بتواجه كوكب الأرض منذ منتصف القرن العشرين عندي ظاهرة اسمها ظاهرة تآكل طبقة الأوزون، ودي أدت إلى ظهور ظاهرة أخرى اسمها ظاهرة الاحترار العالمي. تعالوا بينا نشوف مع بعض شكل تآكل طبقة الأوزون وشكل ظاهرة الاحترار العالمي. هنبتدي بقى نتكلم عن كل ظاهرة بالتفصيل شوية. ناخد أول ظاهرة اللي هي ظاهرة تآكل طبقة الأوزون. احنا كنا اتكلمنا عن طبقة الأوزون قبل كده وافتكرنا مع بعض هي كانت في أنهي طبقة من طبقات الغلاف الجوي؟ طبقة التانية اللي هي طبقة الاستراتوسفير. جميل. طيب احنا عايزين بقى نعرف طبقة الأوزون ديت بتتكون من ايه. قال لي طبقة الأوزون بتتكون من غاز الأوزون اللي هو O3. طب يا ترى طبقة الأوزون او غاز الأوزون دوت اللي موجود في الطبقة ديت بيتكون ازاي؟ قال لي بيتكون من خلال خطوتين. اول خطوة انا عندي جزيء الأكسجين اللي هو O2، قال لي بتأثير الأشعة فوق البنفسجية اللي انا برمز لها بالرمز UV اللي هي الألترا فايلوت. ايه اللي بيجرى بقى؟ قال لي الاشعه الفوق بنفسجيه ديت بتاثر على جزيء الاكسجين وبتبتدي تكسر الرابطه بين جزيء الاكسجين وبتفصل لي الجزيء لذرتين اكسجين، ذرتين حرتين من الايه؟ الاكسجين. طب وبعد كده؟ دي كانت اول خطوه. زي ما انتم شايفين انا عندي جزيء الاكسجين O2 بتاثير الاشعه الفوق بنفسجيه اللي هي UV اللي بتتحول لذرتين اكسجين O+O. طب تاني خطوه، قال لي باخد جزيء الاكسجين بيبتدي يتحد مع ذره حره من ذرتي الاكسجين اللي لسه متكونين وبيتحدوا مع بعض ويكونوا لي غاز الاوزون اللي رمزه O3. يبقى انا عندي جزيء الاكسجين O2 زائد ذره اكسجين O هيديني O3 اللي هو غاز الاوزون. وده يا ولاد دي طريقة تكوين غاز الأوزون. وبتهيالي دلوقتي احنا عرفنا الطبقة دي ليه موجودة في طبقة او الطبقة الثانية للستراتوسفير، لانها متعرضة بشكل اكبر للأشعة فوق البنفسجية اللي هي سبب اساسي في تكوين غاز الأوزون. نعيد مع بعض يا ولاد موقع طبقة الأوزون. طبعا طبقة الأوزون ديت موجودة على ارتفاع يتراوح ما بين 20 كيلو متر الى 40 كيلو متر فوق سطح البحر، وهي موجودة في طبقة الاستراتوسفير. طيب ليه بقى؟ انها اول طبقة من طبقات الغلاف الجوي بتحتوي على كمية مناسبة من غاز الاكسجين وتقابل الاشعة الفوق بنفسجية الصادرة من الشمس، ودول طبعا الشرطين اللي بيكونوا لي غاز الاوزون. ان انا بيبقى عندي اكسجين، طبعا جزيء الاكسجين اللي اتكلمنا عنه وبيحصل له الكسر عن طريق امتصاصه لاشعه فوق بنفسجيه وبعدين بتتحد زي ما اتفقنا وشرحناها في الشريحه اللي فاتت، تبقى الشرطين دول موجودين في الطبقه دي اللي هي ارتفاع اللي هو من 20 ل 40. فلانها اول طبقه من طبقات الغلاف الجوي بتحتوي على كميه مناسبه من غاز الاكسجين تقابل الاشعه فوق بنفسجيه الصادره من الشمس. هنيجي بقى يا اولاد نتعرض ونتعرف على أهمية طبقة الأوزون. طبعا من وإحنا صغيرين عارفين إن طبقة الأوزون مهمة جدا في إيه بقى؟ لحماية كوكب الأرض من الأشعة الضارة. جميل قوي.
هنيجي بقى ندرس بالتفصيل شوية ايه هي انواع الاشعة الفوق بنفسجية ومين فيها الضارة ومين فيها المفيدة. طيب زي ما خدنا قبل كده زي ما قلنا ان احنا قلنا ان الاشعة الفوق بنفسجية او طبقة الأوزون بتحمينا من الاشعة الضارة، برضو عد عليك في مرحلة قبل كده تقريبا في سنة ستة ان الاشعة الفوق بنفسجية في نوع برضو منها مفيد اللي هو كان بيساعد في تمثيل فيتامين د، يعني واضح ان في اشعة فوق بنفسجية مفيدة وفي ضارة. طب تعالى بقى نشوف انواع الاشعة الفوق بنفسجية. عندي اشعة فوق بنفسجية بعيدة، وعندي اشعة فوق بنفسجية متوسطة، وعندي اشعة فوق بنفسجية قريبة. الاشعة فوق بنفسجية البعيدة دي هي دي اللي بقول عليها ضارة ومهددة لحياة الكائنات الحية، ودي والاشعة فوق بنفسجية المتوسطة دي ضارة ومهددة، والأشعة الفوق بنفسجية القريبة هي اللي إيه اللي مفيدة. طب تعالى بقى نشوف يا ترى طبقة مين فيهم اللي هينفذ من طبقة الأوزون ومين مش هينفذ وبيحصل. بقول أول حاجة المدى، مدى الطول الموجي للأشعة الفوق بنفسجية البعيدة من 100 ل 280 نانومتر، الأشعة الفوق بنفسجية المتوسطة من 280 ل 315 نانومتر، الأشعة الفوق بنفسجية القريبة من 315 ل 400 نانومتر. الأشعة الفوق بنفسجية البعيدة دي هي دي اللي إيه؟ لا تنفذ بنسبة 100%. ده في حالة إن طبقة الأوزون كانت سليمة تبقى هي لا تنفذ، ودي قلنا ضارة ومهددة. الأشعة الفوق بنفسجية المتوسطة لا تنفذ بنسبة 95%، ودي ضارة ومهددة، يعني في نسبة 5% إيه تنفذ، لأن خلي بالك ساعات بيقول لك الأشعة الفوق بنفسجية المتوسطة تنفذ بنسبة كام؟ يبقى بتنفذ 5% ولا تنفذ بنسبة 95%. أما بقى الأشعة الفوق بنفسجية القريبة ودي المفيدة للكائنات الحية فدي بتنفذ بنسبة 100%. فعشان كده حضرتك لما تكلمني عن أهمية الأشعة الفوق بنفسجية لازم تقول لي ان هي بتخلصني من ايه؟ من الاشعه او بتمتص الاشعه الفوق بنفسجيه الايه البعيده او الضاره. ما ينفعش تقول لي اشعه فوق بنفسجيه بس لان في ضار وفي ايه المفيد. النانومتر انا استخدمت المره اللي فاتت لما كنت بتكلم عن الطول الموجي قلت لك وحده اسمها نانومتر. النانومتر دوت اللي هو جزء من المتر، 1 × 10^9 متر. طيب سؤال علل هو للأشعة الفوق بنفسجية القريبة من الطول الموجي للضوء المرئي أهمية للإنسان. الأشعة الفوق بنفسجية القريبة من الطول الموجي للضوء المرئي أهمية للإنسان ليه؟ قول حيث تنفذ من غلاف الجو للأرض وتعمل أهي جات لك أهي تعمل على تخليق فيتامين د في أجسام الأطفال حديثي الولادة. السؤال اللي بعد كده تعمل طبقة الأوزون كدرع واقي للكائنات الحية من الأثار الضارة للأشعة الفوق بنفسجية، يبقى ليه؟ ها؟ هقوله لأنها تمتص أو تمنع نفاذ الأشعة الفوق بنفسجية البعيدة، دي كده واحدة، ومين؟ ومعظم الأشعة المتوسطة، ما ينفعش تقولي البعيدة بس، بتمتص البعيدة أو بتمنع نفاذها، ومعظم الأشعة المتوسطة لما لها من أثار بالغة. هنيجي يا ولاد نتكلم بقى على سمك طبقة الأوزون. طبعاً احنا عارفين ان طبقه الاستراتوسفير اللي موجود فيها طبقه الاوزون عندي الضغط الجوي ودرجه الحراره مالهم؟ قال لي طبعا اقل من الضغط الجوي واقل من درجه الحراره اللي موجوده عند سطح البحر، وبالتالي بيترتب على ذلك انتشار غاز الاوزون اللي بيكون لي طبقه سمكها 20 كيلومتر. احنا اتفقنا مع بعض ان الطبقه دي بتمتد من 20 كيلومتر ل 40 كيلومتر، معنى كده اولاد ان سمك الطبقه ديت 20 كيلومتر. طيب عندي عالم اسمه دوبسون دوت افترض ان طبقة الاوزون ديت لو انا دمجتها كده او ضغطتها ممكن يصبح السمك بتاعها 3 ملي متر. قال لي امتى؟ هي الطبقة اصلا سمكها قد ايه؟ 20 كيلومتر. طب لما اضغطها قال لي ممكن توصل لي 3 ملي متر. امتى بقى؟ قال لي لو تعرضت للضغط الجوي ودرجة الحرارة اللي موجودة عند ايه؟ عند سطح الارض اللي احنا بنقول عليها الضغط الجوي المعتاد او ميم ضاد دال او اس تي بي. تمام؟ يبقى اتفقنا مع بعض ان الطبقة ديت عالم اسمه دوبسون افترض ان طبقة الاوزون ديت ممكن يصبح سمكها 3 ملي متر فقط لو تعرضت لمعدل الضغط ودرجة الحرارة اللي انا بسميها ميم ضاد دال
او الاس تي بي. طب تعالوا بينا نشوف ايه بقى هو المقصود بمعدل الضغط والحراره اللي مكتوب عندنا او ميم ضاد د. قال لي دي عباره عن ايه؟ قال لي ده عباره عن الضغط الجوي المعتاد ودرجه حراره 0 درجة مئوية. يعني يبقى ده معدل الضغط والحراره ده عباره عن الضغط الجوي المعتاد ودرجه حراره 0 درجة مئوية. قالوا بينا بقى نشوف ملاحظه مهمه جدا، بيقول لي درجه الاوزون الطبيعيه بتعادل 300 دكتور. تاني على اعتبار ان كل واحد ملي متر بيعادل ال 100 دكتور، لان احنا اتفقنا مع بعض ان افترض ان سمك الطبقه دي كلها 3 ملي. هو بيقول ان درجه الاوزون الطبيعيه تعادل 300، معنى كده ان كل واحد ملي بيعادل 100 دكتور. طب نشوف مع بعض، انا بستخدم وحدة الدوبسون. قال لي هنا تقدر درجة الأوزون بوحدة تسمى الدوبسون اللي هي الدي يو. نيجي نتكلم أولاد على تآكل طبقة الأوزون. طيب احنا طبعا العلماء منذ عام 1978 بيقولوا ان حصل تآكل في طبقة الأوزون وخاصة فوق منطقة القطب الجنوبي فيما يعرف بايه؟ بثقب الأوزون. طبعا يا اولاد العلماء لاحظوا ان الثقب دوت بيزداد في شهر سبتمبر من كل عام، وطبعا كان السؤال دوت ليه اجابه لان هم لقوا ان الملوثات بتتجمع في صوره سحب سوداء بتدفعها الرياح في الشهر ده من السنه بشكل طبيعي فوق منطقه القطب الجنوبي، مما يزيد من تآكل طبقه الاوزون. تمام، قالوا بينا نشوف بقى شكل ثقب الاوزون زي ما انتم شايفين كده. قال لي ثقب الاوزون لو انا عايز اعرفه اقول هو تآكل في طبقه الاوزون فوق منطقه القطب الجنوبي زي ما انت شايف كده الصوره اللي عندك. طب تعالوا بينا بقى نشوف مقدار التآكل في طبقه الاوزون دوت. قال لي وصل مقدار التآكل في طبقه الاوزون في خريف 2001 الى ما يعادل 20 ضعف مساحة مصر. يعني التآكل ده بيزداد تقريبا ما يعادل 20 مرة من مساحة مصر. وطبعا زاد كمان مساحة التآكل في صيف 2008 الى اكبر من مساحة امريكا الشمالية. يعني زي ما انتم شايفين ان التآكل بيزداد سنة ورا. طب احنا عايزين بقى نعرف ايه لو انا عندي منطقة معينة وعايز احسب نسبة لتآكل طبقة الأوزون في هذه المنطقة. طيب أنا هحسبها إزاي؟ قال لي هحسبها من القانون اللي قدامنا، بيقول لي درجة تآكل الأوزون في منطقة ما يساوي درجة الأوزون الطبيعية اللي هي 300 ناقص درجة الأوزون في هذه المنطقة. تعالوا بينا نشوف مع بعض النسبة المئوية بقى لتآكل طبقة الأوزون في هذه المنطقة أو في منطقة ما بتساوي درجة تآكل الأوزون على درجة الأوزون الطبيعية في 100%. تعالوا بينا نشوف مع بعض المسألة اللي قدامنا. المسألة بتقول لي احسب النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في إحدى المناطق إذا علمت أن درجة الأوزون فيها 150 دكتور. طيب هو طالب مني ايه؟ المفروض ان انا اجيب النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون، وهو مديني درجة الأوزون في هذه المنطقة 150 دكتور. انا ولاد اول حاجة احسبها درجة تآكل الأوزون في المنطقة اللي هو قايل لي عليها. هقول له ديت انا هجيبها ازاي؟ هبتدي اطرح درجة الأوزون الطبيعية اللي هي 300 ناقص درجة الأوزون في هذه المنطقة اللي هي 150. هقول 300 ناقص 150 هتساوي 150 دكتور. انا تاني حاجة هجيبها اللي هي النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون. قال لي انا في الحالة دي هقسم درجة تآكل الأوزون في هذه المنطقة اللي هي 150 على درجة الأوزون الطبيعية اللي هي 300 واضربها في 100%. يبقى في النهاية هتطلع لي نسبة التآكل 50%. تعالوا بينا اولاد نتكلم بقى عن اسباب وملوثات طبقة الأوزون. طبعا انا عندي اسباب عديدة جدا، ومنها زي ما احنا شايفين كده مركبات ما تسمى بالكلورو فلورو كربون. كلورو فلورو كربون
او السي اف سي. طيب يا ترى بقى المركبات ديت موجوده فين؟ قال لي المركبات ديت معروفه تجاريا باسم الفريونات. طبعا لما اقول كلمه فريونات يبقى الناس كلها هيتبادر لذهنها اجهزه الايه التبريد. برافو عليكم. فعلا قال لي ديت بستخدمها كماده مبرده في اجهزه التبريد زي طبعا الثلاجات، وكمان ماده دافعه لرذاذ الايروسولات. لو انا عندي مبيد حشري، لو انا عندي الحاجات اللي هي بتاع ثلج الافراح، كل الحاجات ديت اللي بقول عليها ماده دافعه للرذاذ، قال لي انا بدخل في تركيبها برضو مركبات الكلورو فلورو كربون. عندي ايه كمان يا ولاد؟ عندي مواد نافخه في صناعه عبوات الفوم. عارفين الاطباق الفوم اللي احنا بنستخدمها ديت، الماده الخام بتاعتها بحط لها مركب الكلورو فلورو كربون عشان يديني الشكل بتاعها ده، وطريقه التصنيع تبقى زي شكل الفوم الحالي. يبقى انا بستخدمها كماده نافخه في صناعه عبوات الفوم. قال لي كمان يا اولاد بستخدمها كماده مذيبه في تنظيف شرائح الدوائر الالكترونيه زي دوائر الكمبيوتر او بعض الدوائر الالكترونيه. لو انا عايز انظف الشرائح ديت بستخدمها كماده مذيبه للاتربه والغبار والصدأ اللي موجوده على شرائح الدوائر الالكترونيه. يبقى زي ما انتم شايفين مركبات الكلورو فلورو كربون دي من المركبات اللي تقريبا بتحيط بينا من جميع الجهات. على فكره دي من اكثر مسببات تلوث طبقه الاوزون. ثاني ملوث عندي غاز بسميه غاز بروميد الميثايل. غاز بروميد الميثايل، طب يا ترى انا بستخدمه في ايه؟ قال لي الغاز دوت بيستخدم كمبيد حشري لحمايه المحاصيل الزراعيه في الصوامع. يعني انا لو عندي محصول زراعي والمحصول دوت عايز اخزنه لفتره طويله ببتدي ارشه بمبيد حشري عشان الحشرات ما تاثرش عليه. يبقى انا بستخدم الغاز دوت كمبيد حشري لحمايه المحاصيل الزراعيه في الصوامع. عندي ايه كمان يا ولاد؟ عندي حاجه او ما يسمى بالهالونات. ايه الهالونات ديت؟ قال لي الهالونات ديت بتستخدم في اطفاء الحرائق، طبعا اللي انا بسميها حرائق البترول التي لا تطفى بالماء. انا عندي بعض الحرائق زي حرائق البترول لا تطفى بالماء، بتطفى بنوع اخر من الطفايات بتكون مملوءه بالهالونات. عندي كمان اولاد اكاسيد بسميها اكاسيد النيتروجين، واكاسيد النيتروجين ديت بتنتج من احتراق الوقود في طائرات الكونكورد الاسرع من الصوت. يعني لما يجي سؤال ويقول لي علل وقف انتاج طائرات الكونكورد، يعني دلوقتي اغلب الدول اللي كانت بتستخدم الطائرات دي اوقفت تصنيعها. ليه بقى؟ لان بينتج من احتراقها وقود من احتراق وقودها اكاسيد النيتروجين اللي بتساعد في تآكل طبقه الاوزون. تعالوا بينا نشوف بقى طبعا زي ما انتم شايفين الملوثات لطبقة الأوزون. بعض الدول اتخذت إجراءات حاسمة للتخلص من بعض هذه الملوثات، وابتدت تصنع بعض المبيدات الحشرية وبعض الأجهزة ومكتوب عليها عبارة نان سي اف سي اس. طب العبارة دي يا ولاد مقصود بها ايه؟ قال لي ما المقصود بعبارة نان سي اف سي اس التي تكتب على عبوات المبيدات الحشرية المنزلية؟ ده معناها اولاد ان المنتجات ديت لا يدخل في تركيبها مركبات الكلورو فلورو كربون. نشوف مع بعض يا اولاد تاني ظاهرة. بعد ما اتكلمنا على ظاهرة تآكل طبقة الاوزون هنتكلم على ظاهرة الاحترار العالمي. احنا كنا اتكلمنا عن ظاهرة الاحترار العالمي في سنة اولى. كلمة احترار عالمي يعني ارتفاع درجة حرارة الايه؟ سطح الارض. طيب الاحترار دوت بنقول ظاهرة الاحترار العالمي هي الارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الارض. طب يا ترى عايزين نعرف ايه هي اسباب ظاهرة الاحترار العالمي؟ طبعا من اهم الاسباب وهنعرفها مع بعض وجود او زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون. قال لي ظاهرة الاحتباس الحراري او بنقول عليها الصوبة الزجاجية ديت من ضمن اسباب ظاهرة الاحترار العالمي.
طب ايه هي يا ولاد ظاهره الاحتباس الحراري؟ قال لي هي احتباس الاشعه تحت الحمراء في طبقه التروبوسفير نتيجه لارتفاع نسب الغازات الدفيئه فيها مسببه ارتفاع درجه حراره كوكب الارض. احنا كنا قبل كده ولاد فاكرين ان الغاز الوحيد اللي بيسبب لنا ظاهره احتباس الحراره دوت او الاحتباس الحراري هو غاز ثاني اكسيد الكربون، ولكن غاز ثاني اكسيد الكربون مش لوحده، هو ضمن مجموعه من الغازات اللي بسميها الغازات الدفيئه. طيب الغازات دي بتعمل على ايه؟ قال لي طبعا الطبقه القريبه من سطح الارض اللي هي طبقه التروبوسفير، زياده وجود نسبه الغازات الدفيئه دي فيها بتعمل على احتباس الاشعه تحت الحمراء وعدم انعكاسها مره اخرى، وده اللي بيؤدي الى ارتفاع درجه الحراره. طيب ايه هي بقى اهم الغازات الدفيئه؟ اهم الغازات الدفيئه زي ما قلنا مع بعض غاز ثاني اكسيد الكربون، وده الوحيد اللي كنا نعرفه. لا، اصبح عندي غازات ثانيه يا اولاد، عندي مركبات الكلور وفلورو كربون TFCS، عندي غاز الميثان TH4، عندي اكسيد النيتروز N2O، وعندي كمان بخار الماء اللي هو H2O. يبقى الغازات ديت لما يكون وجودها في الهواء الجوي بنسبه كبيره يؤدي الى ظاهره الايه الاحتباس الحراري. طب تعالوا بينا مع بعض نشوف بقى ونفسر ظاهره الاحتباس الحراري او اثر الصوبه الزجاجيه يا ترى بيتم ازاي. قال لي بيقوم الغلاف الجوي عند ارتفاع نسبه كثافه الغازات الدفيئه بدور مشابه لدور الزجاج في الصوبه الزجاجيه. يعني ايه؟ يعني بيسمح الغلاف الجوي بنفاذ أشعة الضوء المرئي والأشعة ذات الأطوال الموجية القصيرة الصادرة من الشمس. طب وبيعمل فيها إيه؟ اللي بيمتصها وبيحبسها، تمام؟ والأجسام الواقعة عليه والأشعة دي ماله بقى؟ قال لي ثم يعيد إشعاعها في صورة أشعة تحت إيه؟ حمراء، وهي ديت اللي بتسبب لي الإيه؟ ظاهرة الاحتباس الحراري. طيب بيقول لي هنا علق، لا تستطيع بعض الأشعة تحت الحمراء النفاذ من الغلاف الجوي للأرض. تفتكروا ليه بقى؟ قال لي بسبب كبر طولها الايه الموج. نشوف مع بعض. بيقول لي هنا تحتبس هذه الأشعة تحت الحمراء في طبقة التروبوسفير مسببة ارتفاع درجة حرارة الأرض لما لها من تأثير حراري اللي هي ظاهرة الاحتباس الايه الحراري. تعالوا بينا اولاد نشوف مع بعض بعض الاثار السلبيه المترتبه على ظاهره الاحترار العالمي. اول حاجه عندي هلاقي اول حاجه بتحصل عندي هي انصهار جليد القطبين. طبعا احنا عارفين ان القطبين عندي القطب الشمالي والجنوبي دول بيبقوا تلج، وبسبب ظاهره الاحترار العالمي اللي هيحصل الاقي ان بيحصل انصهار للجليد ده يؤدي لارتفاع في درجه حراره الارض، انصهار كتل من جليد القطبين الشمالي والجنوبي، وده طبعا هيؤدي لارتفاع المياه في انحطاط وده اول حاجه اختفاء بعض المناطق الساحليه زي غرق جزر مثلا المالديف تحت مياه الانحطاط او المحيط الاطلنطي. هلاقي كمان عندي انقراض بعض الحيوانات القطبيه، هي البيئه اصلا بيئه المعيشه ليها هم القطبين، فطبعا طالما القطبين هينصهروا يبقى ممكن ان الكائنات دي تنقرض زي الدب القطبي وزي في البحر. كمان عندي تاني حاجه التغيرات المناخيه الايه الحاده، زي ايه التغيرات المناخيه الحاده؟ زي تكرار حدوث الاعاصير الاستوائيه مثل اعصار كاترينا، الفيضانات المدمره، موجات الجفاف، وحرائق الغابات، كلها تغيرات مناخيه حاده. ودلوقتي جه معايا سؤال المتفوقين. سؤالنا النهارده بيقول اذكر معادلات تكون غاز الاوزون مع التفسير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.